طبعا انطلقت رحلتنا حايل زي ما انتم شايفين، باقي 5 ساعات وربع. 5 ساعات؟ 5 ساعات بسيطة مع التصوير. 6 ساعات مع الشاهي. 7 ساعات. لا لا اي 4 ساعات ونص. لا 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 ان شاء الله وايد خير. لبيه ترى احنا مواصلين، انا مواصل الحين تقريبا يعني ها 20 لا مو 20 35 ساعه وانا تدري من متى صاحي من الساعه 8 الصباح امس. يعني كل ابونا صاحي. الله يوصل له سلبي. اللهم امين. ما عليك، احنا بنحاول قدر المستطاع. والربع ما في مثبت سرعه. تدري ميزته وشو الربع؟ انه ما يجيك النوم ابدا وغير جالس تهتز كذا. الله يلو. ما عليه والله يهزم المبسط. انا اشهد بالله هذه اجمل جمله قلتها في السهر. ايوه خلاص انت اللي بتسوق عشان انا اقدر اصور. يلا الله يستر عليك. الله يستر عليك. تعرف تسوق عادي يا جد؟ ما شاء الله تبارك الله. هذا الرجل كفو ما شاء الله. الله العظيم ما تعب معنا في السفرة كثر هالبلوت صراحة. يعني تخيلوا فتحناه في اول يوم وقعدنا نلعب فيه تقريبا 38 يوم حرفيا يوم ورا يوم. ابغاكم تشوفون اللون، كل التحديات صارت على ذا البلوت. شوفوا اللون، شوفوا كل شيء. والله ولا كأش لو اغلفه من جديد كنا جديد، يعني كنا اقدر ابيعه من جديد. ما شاء الله تبارك الله. بس يبي له تغيير كرتون من خارج بس. والله جديد ما شاء الله. هذا الكواليتي يا جماعه. نصيحه اللي عنده مثل هالخوي هذا يعض عليه بالنواجد، لان هذا اللي يرفع الراس.